السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. جملة من الأخبار نرجع عليها في هذا الفيديو. أبرز التصريحات اللي قالهم رئيس الجمهورية قيس سعيد وغيرهم، والجدل يعني اللي أحدثته ساعات بعض التصريحات أو بعض المواقف. على كل، نبدأ بتصريح رئيس الجمهورية في علاقة بالأموال المنهوبة. ماكم تعرفوا أنه هالملف هذا يطال برشا مؤخرا، جزء من ممتلكات وحسابات عائلة أصهر بن علي يعني تم استرجاعها بالنسبة لمالكيها، وهذا خاطر فما بين ظفرين تقصير يعني قضائي في البت في القضايا، باش هكاك الجانب الأوروبي والغربي والأمريكي وغيرها ينجم يرجع الفلوس لتونس. في هذا الخصوص رئيس الجمهورية حكي اليوم على استرداد الأموال المنهوبة، أما زد حكي على الديون المتعلقة بتونس، وكانت عنده كلمة في الدورة الثانية لقمة قادة الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا، وقال بأنه التوانسة ينشدون العدل والحرية داخل الوطن، وينشدوا زد العدل والحرية في العالم بأسره. يبين رئيس الجمهورية قيس سعيد بأنه لا دواء ناجع لمشاكلنا إلا بتشخيص صحيح للمرض. في هذا الخصوص يحكي رئيس الجمهورية ويفسر ويقول بأنه المواثيق اللي أعلنت والاتفاقيات اللي أبرمت والنصوص القانونية اللي وضعت لم تؤدي إلى الأثار والنتائج التي تنشد الشعوب، تنشد بها الشعوب. يقول ملايين الأرواح أزهقت، ملايين ماتوا جوعا، ملايين يعيشون وكأنهم ليسوا من جنس البشر، مردفا بالقول هل نحن بالفعل أمم متحدة؟ هذا سؤال سألوا في الولايات المتحدة الأمريكية. وبين ظفرين، دائما الدول الغربية ما تتشدق علينا بالحرية والديمقراطية وغير ذلك، ولكن لو كان نجي ونشوف الواقع متاع الحقوق والحرية وغيرها نقاوها مش مطبقة في البلدان متاعهم. هذا أولا. ثانيا، اللي أشار له رئيس الجمهورية بأنه فما ناس تموت بالجوع اليوم في 2022 وهنا داخلين ل 23، فما أرواح تزهق إما بحروب أو معارك أو إلى غير ذلك أو جرائم إلى غير ذلك، وبالتالي هالشعارات والنصوص والقوانين والاتفاقيات لم تعطي أكلها. يأكد قيس سعيد على أنه الشعب التونسي كما شعوب العالم الكل ما يحبش يرجع التالي، لا يريد العودة إلى الوراء ولا يريد العودة إلى الماضي الذي يتمنى أن يكون قد ولى وانقضى. هو هون يحكي على 25 جويلية وما قبل العشرية اللي فاتت، يعني يقول الشعب التونسي يحب يوصل رسالة للأمريكان أنه الشعب التونسي ما يحبش يرجع للوراء، يعني ما يحبش يرجع إلى ما قبل 25 جويلية ولا العودة إلى الماضي بن علي وقبل والمنظومة السابقة. دونك هذا بكل وضوح يقدم رئيس الجمهورية. يقول زيدا لقد عانى شعبنا كسائر الشعوب الإفريقية الكثير، وإذا كان العالم اليوم بصدد التشكل من جديد بعد أن بلغت العولمة مداها، فالواجب يقتضي رسم معالم لتاريخ جديد والطريق جديدة نعبدها معا. ويقول هذه الطريق لا يمكن أن ترسم من جانب واحد، يعني في كل الأقطاب العالمية أمريكا اللي هي ترسم وتستر للعالم وتقول أنت تمشي منا وأنت ديمقراطي وأنت مش ديمقراطي وعدل لي في المسار وعمل لي هكا، ما نجموش نمشي في هذا المنهج حسب رئيس الجمهورية قيس سعيد. وبالتالي يقول انه لازم الكل نجتمع ونرسموها مجتمعين. يقول زيدا نكون فعلين بناء على مبدأ المساواة بين الدول. المساواة لا معنى لها ان لم تكن قائمة على العدل، فهو المقدمة الطبيعية والاولى للحرية والامن على حد رئيس الجمهورية. يقول زيدا قيس سعيد في نفس السياق، هل نحن في كرة أرضية واحدة أم في كرة تنقسم دائما إلى شطرين؟ شطر أول للأثرياء، شطر ثاني يعج بالخيرات،
ولكن يتفاقم فيه الفقر ويقضي من الجوع والحروب آلاف الآلاف من البشر. ويتوجه رئيس الجمهورية للحاضرين داعيا إياهم للبحث عن حلول جديدة لمقاربة إنسانية مختلفة حتى يعم الأمن الجميع، وحتى لا نعود إلى القرون الخالية وإلى الحلول البالية. ويشبه الحلول البالية هذه بالأدوية التي انتهت مدة الصلاحية امتاحها. يقول زيدا رئيس الجمهورية بأن قادرين على تشخيص أسباب المعاناة بتاع الشعوب امتاعنا، ولنعمل على تحديد الحلول الناجعة ويعم أثرها الجميع. أما الأدوية اللي تقترحها دوائر النقد والمال، وهون يحكي على صندوق النقد الدولي، يقول النقد والمال العالمية فهي ليست بالأدوية، بل هي، ركزوا مليح شنو قال رئيس الجمهورية، بل هي بمثابة الكي بالنار أو عود ثقاب بجانب مواد شديدة الانفجار والتصنيفات اللي تظهر بين الحين والآخر. أمك صنفت، فكرتوش قال عليها رئيس الجمهورية، تقوم على معايير قوامها الأرقام، في حين أن الذوات البشرية ليست مجرد أرقام. ويطالب رئيس الجمهورية بإسقاط الديون اللي تراكمت منذ عقود، وبالعمل على استرداد الأموال المنهوبة لأنها حق مسلوب من عديد الشعوب الإفريقية ومن بينها الشعب التونسي. رئيس الجمهورية يختم الكلمة متاعه بالقول بأنه أحلام الإنسانية واحدة، دعا إلى أنه نعدل معا ساعاتنا، لا بناء على خط تنطلق منه حسابات فوارق التوقيت، بناء على العدل والحرية في الداخل والخارج على حد السواء. هذا كان خطاب رئيس الجمهورية، خطاب قوي جدا 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 نظرا للمحتوى اللي كنتوا تسمعوا فيه. هذا كان في الدورة الثانية لقمة قادة الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا، اللي القمة هذه تعملت في أمريكا بحضور أكثر من 50 وفد من دول إفريقية من 13 حتى 15 ديسمبر. وهذا يجي بعد قمة الرياض اللي هي القمة العربية الصينية وبرشة تفاصيل أخرين. وبالتالي ما نعرفوش شنو وقع هذا التصريح، خاطر شفتوا شنو حكي معناها على يعني على صندوق النقد الدولي، قال كذا كي بالنار، وهذا عرف قيد معناها تحطوا بحذا حاجة شديدة الاشتعال ولا الالتهاب. وهذا يجي بالتزامن مع أنه صندوق النقد الدولي نحى تونس من جدول أعمال مجلس الإدارة متاعه اللي بتنعقد في الفترة القادمة. ما هوش بش يحكي على تونس وعلى ملف تونس، باعتبار أنه تونس مش متفاهمين في بعضها، قالهم تفهموا مع بعضكم الساعة. وبعد إجاوا حكيوا معايا معناه وانتوما متوافقين رئيسا وحكومة ومنظمات ومجتمع ومدني وكل، انكم راكم باش كيفاش تجيوني باش تنفذوا الإصلاحات وتنفذوا القرارات هذه. أما رئيس اليوم أطلق رصاصة الرحمة على صندوق النقد الدولي وعلى القوى المانحة.